السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. بس قبل ما يبدأ الفيديو حاب أقول لكم اللعبة ذي وش اللعبة ذي. طبعا مجانية على ستيم، تقدر تحملها أي واحد يقدر يحملها. اللعبة ما زالت ايرلي اكسس، يعني باقي تتطور اللعبة، يعني ما الاصدار الكامل. لكن الحلو في اللعبة ان نظامها او فكرتها جدا رائعة. هي 5 ضد 5، 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، كل واحد من اللاعبين معاه جيش او معاه كتيبته، وفي مهمات لازم تسويها انك تنتصر تذبح الجنرالات اللي قدامك كلهم او تروح تذبح قائد الجيش حقهم ورا. وعندك كتايب وتقدر تطور كتايب وكلش. ما ادري اذا تبون انزل اللعبه ذي كثير اعطوني خبر في الكومنت، اذا تبوني اشرحها نزل مقطع شرح لها كامل اعطوني في الكومنت. وبس استمتعوا في المقطع. جرد يلا هجوم على الجنرال، على الجنرال اثنين ترى وحدتين. تصدق انا فوق الخيل الدمج يزيد. ذبحوا خيل، طيحوني من خيلي. شوي مفصخين ذول، يعني طناخة كذا. قال لك انا شايفهم بضرب واحد، اهم شيء دمنا يزود. كنا عشاننا في العالم ذا. لا انت ضغط على العالم حقك، العالم اي خلاص يزود. جلس اذبح جنرال برا معاه اسهم. ذبحت واحد من الجنرالات كويس. فينهم فين؟ في واحد انحاش، في واحد باقي. في واحد هنا ذا اعدمه. اعدمه ترينج. هاها على 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 اوكي. يلا 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 هجوم. في واحد هنا جنرال، خلينا نهزم اول شيء. يلا على اسهم. شوف جنرالهم هنا. ايوه اضرب، ما اعطينا فرصة يسوي شيء. لف علي. طاح طاح. اعدمه اعدمه يا براضي. كفو. يلا خلينا ننهي ذول ونطلع من فوق. يلا ولا نروح للمارشال نطلع ناخذ المخيمة عشان لين الجنود. يلا هي اللي قاعد يزدي كل شيء. تسعة في 9 جنود هنا، خلينا نرفع العلم هذا. خذ لان ناقصنا 2 بس. انا يلا ارفع. كيف تشوف عدد جنودك؟ تحت في عند المهارات شفتها مكتوب راس وتحت رقم كم انت. 11 خلاص اضغط تعال. ايه انت 14 ناقصك 3. حلو حلو. هنا انا قاعد اطلب. لا حلو يلا الحين نقدر. يو هاف نو اخذت 21 جندي صار. هوب وش من بعد؟ في جو من ورا، جو من ورا، جو من ورا. اعدم 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 مؤخر، خلني اعدمه. اعدم اروح. اعدمته. في جنرال ثاني جاي، ساره اسمها هذه. اعدم ساره. اوح جنرالين جايين. خلاص اضرب جنرالهم. معطيه وضعيه الصد. مسكين قالوا شابني. ايوه طاح طاح. ما ادري احتاج عد. اي احتاج عدام بعد ما اعد. ما عدم بزل اللي تحت مع اسهم. فوق طاح. ما يحتاج عدام اتوقع. قاعد عند المرشال حقنا. هجوم صار صار على المرشال حقهم. المرشال حقهم على المرشال حقهم. حقهم ولا حقنا؟ نروح ندافع عنه. ما عليك، واحد هناك من جماعتنا نروح الان. احنا اكثر كويس منهم كويس. واحد من جماعتنا هناك اصلا. يلا يلا يلا. انت ليش غيرت جنود خليتهم رمى اسهم؟ لا لا مو هم اسهم. من اللي لعب عليك قال انه اسهم. انا استاجرت جنود. يب يجونك اسهم. انا عندي 21 جندي ترى. هب انا 7 بس. فشخ. ايه انا الاول انت الثاني. كفو يا براضي كفو. 5 جنرات انت فاهم.
وينك انت ما اشوفك؟ انا وراك على انا قدام انا هذا انا قاعد اطالع في هذا حسبت ما نزل اصلا من الخيل باقي ثلاث دقائق تصورون ثلاث دقائق يا شباب لا 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 ثلاث دقائق بنطلع احنا كفو ناقص دمه ترى ياب 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 في واحد كان موجود عنده يلا احشروه بس خلني اعطيها الركضه يلا براد احشره تصفق تصفيق من كل مكان يا قفل من كل مكان ضرب صراحة لازم قبل ما يجيبون جيشنا هذاك انهزم وترى ما في احد هنا احنا فزنا 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 يا ذبحنا ذبحنا الله عليكم شو الزنودي والله درزج زنودي كفو كفو ابا جبت الله ولا تتم لك لاني انا اللي ذبحت انا ذبحت خمس جنرالات و30 انا ذبحت الجنرال الاساسي اللي هو المرشال كلنا جن ندمج فيه رجال ما في انا اخر كف جاله الفدع